لوريون سان تيتيان الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 31 وإن شاء الله مباراة كانت مثيرة مباراة كانت كبيرة إن شاء الله وين نقولوا دينيس يعني من جانب سان تيتيان وين سجل في الدقيقة الرابعة نور الدين يعني نور الدين اللي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 22 يعني وانتهى الشوط الأول هدفين لهدفين شاد تيرام الذي عدى قلص النتيجة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 42 45 إبراهيم كوني وين عدل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول شأن الشوط الثاني إنزو وين سجل الهدف في الدقيقة 61 شأن إبراهيم كوني الذي سجل الهدف في الدقيقة 65 هدف الرابع يعني أربع أهداف مقابل هدفين شأن وين المباراة اللي كانت قوية جدا المباراة كانت قوية بالأهداف يعني وين خاصة وين يافان اللي خرج في الدقيقة 68 بالبطاقة الحمراء يعني وين زاد متاعب سان تيتيا في هذه المباراة اللي كانت مثيرة جدا شأن كيفاش وين باسكال المدرب تاع سان تيتيا يعني وين دخل بخطة 3-4-1-2 شأن كيفاش كريستوف المدرب تاع لوريون اللي دخل بخطة 4-3-3 شأن رغم أن سان تيتيا وين كان مستحوذ يعني الكرة بالتمريرات 55% نسبة التمريرات 342 تمريرة بالنسبة لسان تيتيا 245 لوريون 45% نسبة استحواذ لكن الأهداف يعني للوريون إن شاء الله ماتيو في الحراسة تاع لوريون فينيست يعني جوليان ليون شأن كيفاش إنزو توماس لوران تيرام إبراهيم كوني مسجل هدفين أرماند يعني شأن كيفاش وين من جانب سان تيتيا يعني وين بول في الحراسة تيموتي شنا ماكويدي نادي شنا كيفاش عادل عواشيش رياض بودبوز دينيس انزو ساد يعني توب يعني وين دخول ساكاو يعني زايدو يوسف شعنا جبريل سيلفا لكن بدون جدوى وين كانت مباراة قوية جدا مباراة نقولوا باللي لوريون اليوم وين عرف كيفاش يقلب الموازين بعد ما كان منهزم في البداية نقولوا في 22 دقيقة الأولى وين كان منهزم بهدفين شادنا الهدف الخامس لصالح لوريو يعني نتيجة ثقيلة يتلقاها سان تيتيا في هذه المباراة يعني المباراة اللي كانت قوية مباراة يعني نقولوا باللي اليوم وين رغم أن شاهدنا كيفاش كانت الأهداف شاهدنا يعني التغييرات اللي دارهم يعني من جانب لوريون يعني زوج تغييرات والتير وكانوتين يعني اللي دخلوا في 78-73 يعني كانت نقولوا باللي الهدف الخامس في الدقيقة 87 يعني كانت نقولوا باللي المباراة اليوم مباراة يعني وين سان تيتيا اللي كان فائز وين الشوط الثاني وين كل شيء ينقلب في الشوط الثاني بسبب يعني بسبب الأداء تاع لوريون اللي عرفوا كيفاش يسجلوا أهداف عرفوا كيفاش يعني يعني عرفوا كيفاش الشوط الثاني كيفاش يضغطوا يعني ويستغلوا الأخطاء يعني تاع سان تيتيا في هذه المباراة وين في الدقيقة 87 الهدف الخامس تيران اللي سجل الهدف في الدقيقة 87 هذه هي المباراة الجولة 31 لوريون سانتي خروج اللعاب تاع اللعاب يافان يعني بالبطاقة الحمراء وين كذلك وين لوريو وين استغل الفرصة وين شأن سجل الهدف الخامس الهدف السادس في الدقيقة 89 يعني نقول بلي مباراة كانت قوية جدا مباراة اللي عرفوا كيفاش وين لوريو عرف كيفاش يسجل عرف كيفاش يعني يضغط يعني في الشوط الثاني خاصة بعد ما كان منهزم يعني دينيس وين سجل الدقيقة الرابعة أرلوند نور الدين اللي سجل في الدقيقة 22 تقليص تيرام عن طريق ضربة جزاء إبراهيم كوني في الدقيقة 45 إنزو في الدقيقة 61 إبراهيم كوني كذلك في الدقيقة 65 87 تيرام 89 كذلك هذه هي المباراة اللي انتهت عليها المباراة يعني نقولوا كونيتي اللي سجل الهدف السادس في الدقيقة 89 سعيد